السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حكيم قاسم. مرجع لكم اليوم بمقطع جديد وسلسلة جديدة. نعم يا جماعة الخير، بدينا بسلسلة جديدة بإذن الله راح تنال على إعجابكم. إيش اسم السلسلة؟ وش فكرتها؟ وليش حطيت هذه السلسلة؟ وليش بديت بها؟ وليش؟ كل هذه الأسئلة راح أجاوب عليكم في هذا المقطع بإذن الله. ولكن قبل أن نبدأ المقطع، اللايك واشترك في جرس التنبيهات، يهمني كثير كثير كثير. طبعا يا جماعة الخير، خلونا ننزل مسلم مسلم مسلم. شفتوا الهواء؟ شوف ها، والله العظيم بغي اقلع الباب. المهم يا جماعة الخير، تسمعونا زين. شرح السلسلة راح اشرح لكم، ولكن مو بالحين. شرح السلسلة راح تفهمون باذن الله، راح تعجبكم باذن الله. فخلوكم مع الشرح. طيب راح اشرح لكم السلسلة. اول شيء اسم السلسلة الطريق الى الحلم او الطريق الى الهدف. مبدئيا الطريق الى الحلم ممكن بالعنوان تشوفونه متغير، او ممكن بالحلقات الجاية تشوفونه متغير، ما ادري. ولكن الحين خلونا نقول الطريق الى الحلم. طيب وش الحلم وكيف تروح للحلم وفهمنا وش السالفة. طيب الحلم هو وش هو؟ انا قلت في اهدافي سنة 2024، هذا هو المقطع اللي ما شاف يروح يشوفه. انا قلت اوصل خلال هذه السنة، سنة 2024، اوصل من خلاله 5000 مشترك قبل نهاية السنة. أوصل 5000 مشترك بإذن الله، وهذا هو الحلم أو الهدف. طبعا يا جماعة الخير، ممكن تكون اسم السلسلة الطريق إلى الهدف، لأنه الحلم شيء أكبر من الهدف. فخلونا نقول الطريق إلى الحلم أفضل، الهدف الطريق إلى الحلم، الطريق إلى الهدف أفضل من الحلم. لأن الحلم، حلمي أنا مليون مشترك بإذن الله، ولكن الهدف اللي هو أقرب شيء لك بتحققه، أو تحطه مثلا لوقت معين تحقق هذا الشيء. الحلم اللي هو على المدى البعيد. إن شاء الله لكم فهمتوا، وخلونا نكمل شرح هذه السلسلة. اسم السلسلة الطريق إلى الهدف. طيب هدفنا وش هو؟ 5000 مشترك. أحاول أصنع محتوى، أسوي تجارب، أسوي منا، أحاول أجيب به مشتركين من 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 هذه السلسلة. أحاول أنزل شورتات، الشورتات تجيب دعم من ناحية الاشتراكات. يعني إذا كان ضارب مقطعك خلاص أضمن لك مشتركين، عدد كثير من المشتركين. فلازم نركز على الشورتات ونركز على أشياء نسويهن، ونحاول أن نطور من هذه السلسلة، نحاول نطور من التصوير، نحاول نطور من مقاطع القناة بشكل عام. يعني فجماعة الخير بإذن الله راح تنال على إعجابكم هذه السلسلة. وطيب متى تنزل وكيف؟ أنا أفكر أني أخليها أسبوعيا، مثلا كل سبت ينزل لكم مقطع من هذه السلسلة. فبإذن الله نعلن من الحين كل سبت الساعة 8 بالليل من هذا المقطع، من نفس هذا اليوم الساعة 8 بالليل. السبت الجاي راح ينزل لكم مقطع ثاني من هذه السلسلة بإذن الله. طيب المقاطع الثانية مثلا خلونا نقول طبخات تيك توك، أغرب منتجات، أو المقاطع الثانية غير هذه السلسلة، متى بتنزل؟ راح تنزل بإذن الله بوسط الأسبوع، يعني لي الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، كل والجمعة بعد. كل هذه عندي الأوقات تنزل المقاطع الثانية، أما هذه السلسلة بس هي اللي تنزل يوم السبت الساعة 8 بالليل بإذن الله. طبعا حنا متعودين، وفي بعضكم للي ما يعرف، يعني في بعضكم ما يعرف إنه حنا تنزيلنا بالوقت الساعة 8 بالليل. ما حددت جدول لنا الحين، ولكن حددت جدول فقط لهذه السلسلة بس، يوم السبت بإذن الله كل سبت الساعة 8 بالليل راح تنزل لكم حلقة من هذه السلسلة. طيب متى ننهي هذه السلسلة؟ إذا وصلنا للهدف بإذن الله. وإيش هو الهدف؟ هو 5000 مشترك بإذن الله. طيب إذا وصلت الهدف وإيش راح تسوي؟ راح أوقف هذه السلسلة. طيب سنة 25 إن شاء الله راح أنزل خلونا نقول جزء ثاني، أو
مشابهة لهذه السلسلة أو نفس السلسلة في السنة الجاية إن شاء الله. يعني هذه تكون كل بداية سنة راح تبدأ سلسلة جديدة من هذه من نفس هذه السلسلة اللي هي الطريق للهدف. مثلا إذا إن شاء الله وصلنا 5000 مشترك مثلا السنة الجاية هدفنا إنه نوصل 10000 مثلا. طيب شو اسمه بهذيك السنة أحاول أوصل 10000 وزي كذا. فإن شاء الله نكون فهمتوا. بس ما بطلع عليكم الشرح، أعتذر إذني طولت أو شيء، ولكن حبيت إني أفهمكم من جميع النواحي علشان ما يكون شيء ما عرفتوه يعني من هذه السلسلة. فبس بإذن الله راح نحقق هذا الهدف. عددنا الحين راح أوريكم بإذن الله كم زدنا من عدد مشتركين وكم كذا كم كذا في السبت الجاي بإذن الله. في هذا الأسبوع بإذن الله راح أحاول، ما ودي أحرق عليكم وش راح أسوي، ولا خلّ مفاجأة. راح أبدأ بشيء بهذه القناة بإذن الله راح يعني يرفع من الاشتراكات ومن دعم القناة بشكل عام. بإذن الله راح يكون في السبت الجاي. في السبت هذا راح تشوفون وش سويت. يعني ما أبي أحرق عليكم، خلوكم مع المقطع. اليوم الهواء قوي مرة ما شاء الله كذا. الحين ترى خفيف بعد، قبل شوي كان أقوى. خير جماعة الخير على الجوال جميل هذه. يا سلام. السلام عليكم، شلونكم؟ شلونكم بالطقم بس؟ السلام عليكم جماعة الخير، كيف الحال؟ شلونكم؟ الطجم مولع اليوم الأجواء رهيبة ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، بإذن الله تمطر. طبعا جماعة الخير متجهين إلى البيت بإذن الله. ممكن إذا مريت مثلا بجنب مقصب ممكن أخذ لي فطور، ما أدري، ولكن هذه صراحة طريقة أعجبتني أنا وعجبتكم أنتم بالفلوق اللي راح سألتكم، وفي كثير بالتعليقات قالوا زين ومعتمدة يعني. فممكن أسويها كل فترة وفترة، مو بلازم كل فلوق أسويها عشان ما نمل منه يعني. فسويته مرة ثانية بس. حرام ما نجيه والله. أمس ما درت لأن في شمس قوية وحار حار مرة مرة مرة. فأنا مستحيل، سبحان الله، ما أدري ليش، بس إنه هذه طبيعتي، لا أتحمل الشمس أو يعني شلون جسمي يحتر بسرعة، يجي يعرق بسرعة، فما أحب إني أعرق بسرعة أو زي كذا. ف يعني زود إني أبدور بشمس فتصير دبل يعني. ولكن مع الأجواء ذي والله صراحة حساب نفوته صراحة. فيلا خلونا ننزل. ما تخيل جيت بنزل وينه؟ وين الشمس؟ جت شمس، ولكن الحمد لله إنها شمس خفيفة مو بشمس أمس. ليت مريكم إياه. أدري ما بحسين بالحرارة،
بس انه قوية وحارة وكل شيء. يا سلام وجماعة خير، الله يكفينا شر الحوادث. ما ادري ببسط احد ولا تطلع ولا ما ادري السالفة. طيب جماعة الخير، مثل ما انتم شايفين البنزين بيقضي، ما يمشين الا 27 كيلو، فخلونا نروح نعبيه. عبي 50 ريال ولا 60؟ جماعة الخير راح نعبي بنزين، فيلا. قاعد اصور فلوق ولقيت خويي، ها؟ ما ادري ايش تقول؟ اي انا حاسك مسدن علي وقلت ايش ابي ذا؟ ها؟ بتشوفه بكره ان شاء الله. صور وجهه. لا وش وراه؟ يا رجال يقول يبونك طريق. حط لايك يا جماعه الخير، ما ايش دخل بس انه حط لايك. والله اني نزلت يا جماعه الخير، قلت شابي ذا كذا سدن علي قدام، فقلت شابي ذا واني استغربت. فالمهم نحتري يخلص، شوفوا قلت له عب 60، فالحين باقي 10 ريال ويكمل. ما يبط عليكم، خلونا نعبي بنزين ونشوف وش بنسوي بعد شوي. شبكه؟ ايه شبكه. اوكي رمز 2 3 يجي حبيبي. شكرا. كانت مشتغله وطفيتها، يا سلام. طيب عبينا بنزين والحين نعبي، الحين نكمل. نكمل نشوف وش بنسوي وش ذا. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة الخير، رجعنا لكم من بكرة. شو اسمه، لا إله إلا الله. اليوم الجو زين على شمس، يعني غيوم مشمسة. جماعة الخير بإذن الله الحين متجهين إلى صلاة العصر، فخلونا نروح نصلي. ويا جماعة الخير أعتذر إذا إني يعني ما سويت شيء واو يعني بالفلوق، اغلبه كان شارح. اعتذر شديد الاعتذار، معليش والله، ولكن اعدكم باذن الله بالسبت الجاي والسبتات الجايه. السبتات الجايه ان شاء الله راح اعوضكم باذن الله بمحتوى يليق بكم، و يعني محتوى يدعم القناه ويطور منه. فباذن الله يا جماعة الخير موعدين بمحتوى قادم راح ينال اعجابكم باذن الله. بس يا جماعة الخير نروح نصلي ونشوف وش بنسوي بعد الصلاة، ويلا خلونا نروح نصلي.